يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسط في الوجود كرامه وإنسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه
خلق الخلق لهكمة وطوى عليها علمة وبسط عن فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه أشرف خلقه وعجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيور فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطر بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراس التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم